اخويا مطالبين من الشعب من الهويات من الحكومه حتى شيء، طالبين اخويا عنا ساعه ونص سيبوا اخويا اللي نحبوا عليه في التيران. هو التيران معمول ظاهر فيه للناس الكل، للفئات الاعمار الكل زاد معمول، مش يعني اللي يحب جمعيته يطلع يتفرج فيها نكور الكره كان ربحت هكا نفرحوا، كان خسرت زاد نحزنوا. ما تك تك في ساعه نعرفوا سي بي يعني نعملوا عليها في ساعه تفرحنا يعني كولين نكور احنا تو اربعه سبت واحد ليه اربعه سبت ولا اربعه واحد يعني نلقى وقت نفرحوا فيه ديما باش تربح سي بي. بيه خويا العبيد الكل انا خويا خدام ولا واحد اخر خدام شي فرهد على روحه يمشي يعمل قهوه يمشي للغون سيرفاس، احنا خويا طالبين نعطيه حر يعطينا حريتنا يعني في التيران هيك هو كنا طالبين منه. واش نحكيو يعني حكايه اللي صار في البلاي اوف عملناه ولا عملنا نفس الحكايه كما قالك يعني صاحبي هذا يا خويا قطر اللي فازت الكاس عملناه ونحاولنا شامبيونان بين عينينا وتعرفوا الناس الكل تعرف شنو اللي صار تروح بني خليد وديجا العالم الكل حتى الفيفا قالت عمرني ما ريت يعني بطوله هكا تصير ما نعرفش بها ما تاخذش التدخلات نتاعها الله اعلم علاش بكش تبريت منا تعرف يعني الشعب التونسي شعب موش يعني على الحق. انا واحد من الناس كرهت البلاد كرهت البلاد وكرهت الكره فيها وكرهت كل شيء ملي ترى فيها هكا في الشارع هكا والناس الكل ترى فيها الحكايات هذه كيقولوا عملوا ظلمتوا اش معناها تظلمنا يعني عمرها ما صارت كيفاش تروح يتعدى بعديك اخويا تصير كا تراك تنحينا البطوله اللي نحن عاودوا طرح نتاع بني خالد اللي عملوا فيه نيول يظل عملوا نيول ولا خساره هون عملوا نيول اي خاطر ما نتبعهاش ما على بالي بها نتفرج كان في السيابي حاسلوا وتعاودوا الطرح وتنحت اللي نحن وان بوان ديكا اون بلوس. باش نحكي لك على اللي صار هذا تو كما قال لك صاحبي سمعنا بالاخبار اول ساعه اول اخبار سمعناه من اكسجين اف ام قالوا راهو السيابي ترشحت عباد خرجت للشارع سيح وتعيط فرحانه فلامات في وسط البلاد في زرزونه كيف كيف زاده ما عملناش نبطوا نعرضوا الجوارات في الواحد في الاوتوروت كما يعني عادتنا احنا نعملوا بهم كورتاج وبعد الربح زاده كيف كيف نمشوا نعرضوا لهم هذه ما تعملها حتى حتى جمهور تاع الجمعيه ما يعملها في تونس هذه نتصور ولا حتى في العالم هذه صارت كان في السيابي نحكي هذا هيك بعد بساعتين هكاك خرج اخبار قالوا السيابي مش باش ترشح بعد يقول لك لا راهي ترشح بعد يقول لك مش باش ترشح حصل لك كيما تعرف الشارع التونسي هكاك واحد يقول لك ترشحت الاخر يقول لك ما ترشحتش هيك بعديك اخويا كي قال له ما ترشحتش سي يعني سور صحيح قالت له هذه شو اسمها هي موزايك ولا راديو ناسيونال يظل قالوا سي يعني قرار النهائي اللي قررته الجامعه يعني ترشح النادي الافريقي كاو لعبت لما تخويا كيما ديجا موجودين سير بلاس لا ديجا موجودين احنا من اللي في بينا بها يعني متعدي يا سي بي وترشحت فرحانين يعني الكل في وسط البلاد وتلمت العباد كالعاده نجم نقولوا لي الحكايه هذه زادت لعبت على الاعصاب نتاع العباد اي بيان سور كيفاش عباد تحس في روحها مقهوره راه من اللي صار عامناه واللي من باسيت اشهر يعني ما تبدل شيء في البلاد يعني عليه عاملين احنا الثور نعملوا ثوره اخويا نصفوا البلاد الكل ولا مش لازم ولا خلينا بن علي يظل كان ارحم يعني هكا صاير شيء صاير على العينين وعبيت ساكت تويك حتى كي تتكلم ما يعطيكش حقك قبل ساكت وما عندك ما تقول يعني كي باش تتكلم باش تدور بالطبيعه الحاكم تاعنا يحبنا احنا وخاصه اللي بنظرتي يعني عملوها معنا دي ميلزيت وقبل 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 ملي انا صغير يعني نمشي حتى لتونس نذكر ما نذكرش مليح اما جيك فلاش في مخك ولا شيء بيحكي لي يقول لي راهو عملوا فينا وكذا وسيبوا لك كليب قش مره في المنزل زين ذكرها طلع الكليب تاع واحد واحد هذاك صغير بالضبط فما تروح استاذ يعني برشا يتوقفوا تا يحكي لك صاحبي زاد شنو اللي يصير فيهم وعندي زاد اصحابي توقفوا في القرجاني وكل شيء يعني مكروهين احنا بنظرتيه ما نعرفش من عام 88 من لازمنا كوب افريقيا احنا تكرهنا الله اعلم علاش ودي جابوا رقيب هزنا نكوروا في في شو اسمه في السين الشعبيه في بلاستيك ناسيونال يعني كي باش يحكيو بالتاريخ رانا احنا اول وحادي ما نعملوا كل شيء دخلنا كوب افريقيا ومشينا كورنا في بلاصه الكوب ناسيونال زاد يعني ناكد في بلاستيك ناسيونال وفي السين الشعبيه وشرفنا تونس يذولي ما نعرفش علاش يعملوا معنا هاك وبنزرت معروفه من بكري احسن جوار طلع حميه من حمد بن دوليت منصور صحيق وكيما ترى تو كمل اللي خرجوا مشاو احترفوا ولا حتى مليت رونجي محمد خان ولا ريبيان فيني ترى فيهم تو الروندمون يعني ريبيان فيني محمد خان مشى على روح اما ريبيان فيني ترى فيه هاك وماركوز زاد شنو هو الروندمون اللي يقدموا فيها كيف كيف زاد سويب الراضي والعب واحنا محرومين من كبنا السنه حتى جواريتنا تحس معلول خاصه عاده تو كي جا معلول تحسه زاد ما نعرفش تقول انه عنده عقده في بنزرت وقال قال لك في بنزرت ما فيهاش رجال نجي ارجع لها مره اخرى و ارجع اجي اتفرج لهنا
طب شوف بنزرت عند رجال ما عندهاش رجال، ديجا وريناهم هكا في الاخر شنو عندنا رجال ولا لا، مع بيت تصبح في بنزرت بالرسمي اول مره جمهور سيابي يعني كيفاش منظم، تشنع في بنزرت تحكم ما يرتاحش، حتى كي وقف نقول لهم يا اخي ما ترقدوش انتم عباد ما ترقدوش، ما يعرفش العباد وين تخرج له، في زرزونة تشنع كان في الليل، زرزونة ساعة كلمة تهبط لها في النهار تقول هذايا جن، تهبط في الليل خويا تتفجع، هكاك الحاكم عاملين واحد تشنع في البلاد يعني اي صباح صباح وعشية في البلاد، وعليك تولي في اللحوم في الليل في بنزرت، أما احنا في زرزونة كان في الليل وفي السونتر نتاعنا احنا غاديك في سونتر فيل تاع زرزونة غاديك وين تشنع. انت كليدير نتاع جروب الترا تراشي ان المشكله هذه نتاع التعامل نتاع الحاكم موجوده مع براتيكمون مع الجمعيات الكل معناتها حاجه تحاول تفسرها شنو هي بالضبط معناتها ولاك باش تقول موجوده مع الجمعيات الكل ممكن خاطر انا ما مشيتش ما دخلتش مع جمهور اخر اما حسب ما يحكي وحسب الغناء نتاعهم يعني فما عباد تدخل بالاكتاف ما تتفركسش مثلا خاطر جروب الترا تلقاه مخلط راه فيه القاري واصل وكل شيء ويعني مثقف في مخه وتلقى زاد عبيد يعني كما نقولوا احنا مربط عرفت لا خدمه لا قرايه ما عنده ما يعمل كان يعيش جروب وهذاك هو صحيح عنده كان جروب في حياته ما عندوش يخمم في المستقبل فما العبيد تخدم زاد وتقرا وتخمم على جروب ما بطريقه اخرى عرفت فاصون اخرى مش كما خاطر احنا كيف احنا عندنا عبيد تبع الجروب ما يدخلوش في الديسيزيون تاع الجروب الكل كان في حكايات اخرى عرفت فما حاجه مثلا دخلوا مونبر جديد ولا حكايه هذيك نتفقوا عليها الناس الكل يعني شوفوه شنو يعني اسك كابيس فما زاد دي كيستيون نطحوا عليهم خاطر فما عباد ماهمش كابيستي في بنزرت خاطر مخلطه بنزرت فما الكلوبيس فما المكشخ فما حتى اللي يحب ستاد فما يحب الاتوال ما بصفه مسكن لهنا وتلقاه بوه جيش ولا حاجه ولا حاكم مش مسكن لهنا جمعيته اصله تونسي خويا ويحب فيها لهنا هكا واحنا عندنا زاد دي كيستيون نسالوهم على السيابي اسكو يعرف شنو يعرف تاريخ السيابي باش ما دخلوش اللي يجي احنا في الجروب عرفت ندخلوا كان يعني الكابيس صحيح نعرفوهم الصغرى ديجا العباد زاد بنزرت صغيره ونعرفوها العباد هم بلوس العباد الكل نعرفوها بس ساعات ما نسحقوهمش الحكايات هذو هيك انا نحب نسالك بعد الثوره وبعد 14 جانفي العباد الكل بدات تحكي على اساس انه اليوم جاتنا فرصه باش تتنحى الجهويات جاتنا فرصه باش العباد الكل تحس فيها تحس رواحها توانسه وكهو ما تراش انه اليوم الخدمه نتاع الجروب الترا معناتها كلكو سوا الجمعيه اللي يحبوها ولا ينتمي ولا ما تراش ان هي قاعده تعمق في الجهويه والله هي مش تعمق في الجهويه يا عبيد راهي تحس زاد كيفاش بلادك مش عطيتك حق ما تحس زاد ولا لا كيفاش انا تحت شنو تحت الرايه الحمراء والبيضة هذيك النجمه والهلال مش ما نقولش الحمراء والبيضة خاطر تولي حكايه اخرى تحت نجمه والهلال ولا لا يا وانا مش ناخذ حق وقتاش باش ناخذ حق مسكتنا عليه صعق القبل وانتقنا كنت تكلمنا اخويا بكشونا زاد كنت تكلمنا دي من سيت مع الحاكم كنتر المكشخة بكشونا كنتر وقت هذيك تروح الكوب 2-1 وقتها مركي خليل شميم 12 متر وواحد 12 متر بعيد المير يعني حكاية ما تجيش حكاية بنال يعملوا فيها في بالهم يعني احنا اغبياء ولا حاجة كيك اليوم اللي صار داخل معناتها الاحداث الاخرانيه اللي صارت في بنزرت في جرزونه على اثر حكايه الترشح هذا للبلاي اوف اللي صار فيها الاحداث اللي صارت نتاع العمر اسكو كوره كهو ولا والله بدات هي كوره يعني بالطبيعه عباد باش تحس على جمعيتها خرجت فما زاد دي بروفوكاسيون من الحاكم صاروا فما حاكم في الليل لابس مارو الكلوب يحلف البلوزه نتاعو اللي لابسها نتاع الحاكم هذيك ويغني شعره بالمردومه واخته ترى ترى وترى ترى وقدام نساء زادا ويخلعوا في ديار العباد هكا ديجا عداو ريبورتاج خشر صغار زاد علاش تضرب فيه فرق صغير عمره 10 سنين ولا قداش وانت حتى امور حقره مش خدمتك فرق صغير ما يتضربش ولا راجل مخرجينه زاد من محل الخدمه نتاعو ما تجيش ونساء تسمع وقاص وسط الديار وطفله صغيره لانها تخنقت عمرها ثلاثة شهور في القصيبه لان القاص في البركون رماوه طفله تخنقت كان مات هذاك الذنب شكون؟ تولي جمهور السيابي هو اللي السبب وما يراوش خاطر العباد تحكي هكاك ما يدخلوا يعني كي يجيو في وسط الاحداث يرى الحاكم كيفاش يتصرف يعني العباد تتلز باش تتصرف معاه تصرف خايب خاطر نعرفوا حتى كي طالع في التيران شد الصف يسب لك والديك اخي عابد كي تقول له شد الصف ما يفهمكش وانت مش تشد الصف ازرب وشد الصف يجري مو باش يمشي بينسي وعلاش السبين الام والبو وحتى كي يشدوك زاد يقول لك سب امك بديت كورة قلنا بديت كورة بعد ولات مشكلة بينه وبين الحاكم ما عادش كورة
لا نعاودو فما عبيد دونك قلنا بديت كورة من بعد شو بديت كورة مع جمهور السيابي بعديك ما ننكروش اللي مو جمهور السيابي هو جمهور السيابي خاطر انا في وسطهم و كيما مادي المغرب برا فيهم كيما مادي المغرب يا سيس الحكايه رد ما جماهير نادي البنزرتي هي جمهور نادي البنزرتي اما خويا كي واحد يصدم عليه على دار الحاكم زاد بينصير باش يخرج من داره باش يضرب الحاكم وباش تصير يعني كما قالك عمليه كر وفر باش تصير اخطاء امور كره امور زاد عائليه وكيفاش يتعاملوا مع العباد يعني ولي هو يبروفوكيك بسيف باش تمشي انت تضربه شو يضربك بالقاد باش تشدك ويشدك في المركز يقول لك سب والديك وسب الجيش وسب الحائط وسب سب السيابي سب جماعتك هيك يا اخو ربي يهديهم الاخر العاك وكما قال ولد الكنز بولي سيكلي ضربوني في وسط الصفو وسبولي ولدي حاولوا يفكوا لابو الموبين ايديا فكوا العصبة مهما تديروا فيا ضربوني تو من زبيت شدوا لي الفنية حبك في كل بارتي فكسي عليا فتورة فتود المسية بعثولي في الاقليم وقالوا حاشتهم بيا خرجوني من الدار والمينوت في ديا لامي ما مفجوعة تبكي عليا حكومة حكومة زب اللي تحكي وعليها بطلو دير البارج وتسقس علينا ورباشي شكس من عري عليها جيت نحكي انا وصاحبي فيسبوك قلت له وينك قال لي راني في القهوه كذا وكذا هبط له البنزرت نسكن في زرزون هبط له البنزرت قبلت انا وياه في القهوه جينا باش نطلعوا على اساس نطلعوا لونتر نمو نتاع السيابي فما تلاقينا لما ماشينش نكسروا باش نتعاركوا مع الحاكم لا شيء طالعين سيبورتي وجمعيات لقيته في القهوه قعدنا شويه بدات تلحم مع الحاكم غادي كافين القهوه وكل شيء قعدنا قاعدين ما حبيناش نخرج جي الحاكم في القهوه فما التراس تحي طيش في الكريسي تخلى القهوه خلع الباب تشديت انا فمت مشي طلعوني للباك قدموا بيا شويه كليت الضرب حاسيلو والدي تسبوا خد تسبوا برشا حاسيلو هكا فكوا لي التليفون سكروه كل شيء ومن بعد قالوا لي برا روح معاش الدور يعني انا مازلت ما قدمتش خطوه طلعتني باك اخر مازلت ما مشيتش حتى متر طلعت في باك هذيك مشيت للاقليم مشيت للاقليم غاديك بالمشطه وبالكف وضرب ضرب بالرسمي نتا كفار قعدونا على ركيبنا قريب ساعتين على ركيبنا على اللي يجي يمشي فيك ضرب اللي يجي يمشي فيك ضرب اي واحد ويش يسبوا فينا يا ابن نصر طيب بيكم وعليكم وبرا شوف انت امك راهي جايبتك من راجل اخر وكل شيء عملوا فينا حسيل هكا الكلام هذا قالوه العوين وقت اللي هما شديكم معناها وقت اللي شدينا قدامنا كل شيء ابن نصر طيب بيكم وعليكم واللي يشدوه من شعره واللي يحبوا يقصوا له شعره وكل واحد كي يحب وحوي هكا هكا شريين شبوك هكا وبعد لمونا وكل شيء زونا طلعونا فكم تك السجون هذيك وزونا لمركز بوغاتفا لمونا في بوغاتفا وكل شيء وكا دخلوا فينا الضرب هذيك حتى كي تجي تحكي معاه تقول له راهو كذا وكذا راني كنت في قهوه قاعد لاني جاي ما يفهمكش يقول لك ليه وتفرج يديك بالحجر ودرا شنيا ودرا شنيا ودرا شنيا وكفر وكلام بالرسمي على الاقل ما يتصوروش اللي حاكم تونس هكاك هكا وقعدنا غاديك في الاقليم ما تنجمش لا تكلم ولا يخليك تكلم لواحد من عائلتكم ويهدوا فينا ودرا شنيا ومنهم واحد قصوا له شعره ولصقوا له الكول في شعره عملوا فيه حاسيل هكا وقعدنا غاديك وبداوا بعد يزيدوا يجيبوا في واحد اخرين ويطلعوا في عباد راهي حتى عابد يبدا مروح من خدمته وكل شت اللي طلعوها حتى كي تلقاه لا يحب لا سياب يرجع يبدا مروح من الخدمه على روح اللي مبني نافع وكل من مزه برقيبه كل واحد منين يطلعوهم ويقعدوا يسبوا فيهم وكل شيء يعملوا لهم ضحكه ومن بعد يلموكم يلمونا هكا يقول لك سب الجيش قل لك سب الجيش قول ميليتير بيه وعليه بيه وعليه بيه وعليه ورا اليوم يكره الجيش ما نعرفش الويه هكا وبعد يكلم عارفه مثلا في التليفون يقول له يبدا يكلم فيه يلمهم الكل يقول لهم قول تحيا الشرطه الكل لازم تقول تحيا الشرطه كان راك شتيك على راسك منهم واحد حطوا له كعبه غاز في فمه قالوا له ريت قاعد دخلوا فيه ضرب قال هذه طيحها من فمك انا زوجت ولد تونس راك تبيت في تونس اليوم هكا بوشوشه تبيت في بوشوشه هكاك قرجاني قرجاني بوشوشه كل شيء
حسي يعملوا فينا ما يتعملش. اللي تشدوا معك اللي حضرت عليهم انت موجودين شنية التهم بتاعهم عليه جيبوهم بالضبط؟ كل واحد وشنية تهمته. فما صحيح شكون شدوهم بالرسمي يعني تجي نقول يضرب بالحجرة وكيشدوه بعد يسيبوه اللي تلقاه كيقول درجة. فما عبيد ما عنده حد شيء يعني اللي كان قاعد في قهوة واللي يخدم على روحه واللي كل يجبدوا فيها من حوته وليد نهار الاخراني وقتها نهار الثالث واللي يطلعوا فيها الكل على بعضها ما يرحموا حد بالكبير بالصغير بكل شيء باللي يقرا باللي ما يقراش ما يرحموكش. هكا بعد كي سيبوك صححتوا التزامات شنو الجرايد؟ لا انا كي سيبوني زعما الالتزام لا حد شيء لا تشقوش عليك كيك دخلت السوق كيما دخلت كيما خرجت تاكل الضرب وتعملوا فيك اللي ما يتعملش ويسبولك في والديك ويهنوا فيك كل شيء اللي ما تنجمش تتكلم. معناها شدوك وسيبوك وفماش مجرئات صارت؟ ما فماش حتى اجراءات لا حد شيء سيبونا هكاك وما سيبوناش الكل وقت ذاك سيبونا عرفت قش عليه بالوجوه هاكا اختاروا كعباد سيبوهم والباقي خلوهم غاديك كل شيء بالوجوه. برشا عباد تخيلوا اللي مباراة الاهلي ماهيش مش تلعب بعد الاحداث الاخيره اللي صارت في بنزرت والعباد الكل تفاجئت يقولوا انه بنزرت اللي كانت شاعله معناها كيفاش راضت وتلعبت المباراة هذه في ظروف طيبه شنو اللي صار في الكواليس باش تلعبت؟ انا اخويا كنت حاضر في كل شيء حاضر يعني في اي حاجه تصير راني في وسطها انا عم حتى القرايه ما عادش نمشي نقراها واحد من داخل مرض هيك كيفاه صارت الحكايه وقتها باجت سيابي في الليل بعد اللي صار كيف بعد اللي صار حاسين قبل بنهار ما تريض البلاد باجت سيابي كلها حاسين تركح في الجمهور قالت لهم بالله يريضوا بالله شنو هما ساهموا يعني في البلاد هذا وهبطوا جميعا نصفوا في بنزرت زاده وقتها نهارتها كالجمعيات اللي عاملين هوك هيبو داريتوس و ستافو شونجي بيزيرت هذوما الجمعيات يعني في بنزرت ينظفوا كل شيء يهبطوا في الباجيت يعني عملوا كل ايفينمون يعني باش الدنيا تريد كيف تلم جمهور السيابي في المونجيلا كالعاده على اساس باش تعاود تلعب على الحاكم وقعدت تغني وكل شيء الحاكم ما دارش في وسط البلاد جا يضرب الغاز ومشي على روحه بعديك هبط رئيس الجمعيه مهدي بن غربيه مشى لي سيليغرون هو وادم شكون اخر وعلي المشاني فخدين جزيري وحسن البجاوي هبطوا لي سيليغرون لموا تلامذه غادي خاطر اشترى تلامذه اللي تعمل في المشاكل يعني فما تلامذه فما البطال فما اللي يخدم حتى اللي يخدم نعرفوا حد مكست يعني ممرض وما يمشيش يخدموا عرفت حتى خدمتهم بطلوها جرة سيابي هيك مشي يحكي معاهم صارت كما نقولوا احنا حق دماء هذيك قدم راهو هذايا عرس كره ونلعبوا مع الاهلي نادي القرن اقوى جمعيه في الافريقيا يعني هذا شامبيونز ليغ سي ديجا عملناه والكونتر الترجي يعني جمعيه ديما تقعد قيمتها كبيره عرفتها والبارتيز هذا كيف قيمتها كبيره وما تجيش تلعب لبرا خاطر لازمتها نفرحوا بها الحكايه في بنزرت عرفتها جمهور السيابي تفهم اللي في بنزرت تفهم الوضعيه و يعني تفهموا باش ما يعملوا حتى شيء بعدها بساعة هبط كيف الزرزونة بعدها بساعة ولا ساعتين هكاك هبط الزرزونة يعني فما عباد في الزرزونة معروفة كيما بابا عمي في خاوة العلوش حاسلو هذيا الحكاية بعد القنطرة بعد الجامعة الكبير هبط غاديكا في الجردة لم الكبار الكل اللي يحبوا السيابي حكي معاهم قال لهم فهمهم قال لهم روحوا سكراوي وكما اللي حكيتو لك الحديث قبيل ما يجيش يعني لازمتنا نريزوا العباد وباش يصير اللعبه في بنزرت الخير من اللي تولي في سوسه ولا في رادس هكا ولموا بعضهم كيف الرجال الكبار مشاو غاديك لسنتر فيل تاع زرزونه مشي معاهم هادي من غربيه زاد حكيو مع العباد فما موقوفين قال لك فما غاديك في الحومة جميع طلبوا فما واحد موقوف اسمه حمدي قال لهم يعني نوعدكم باش يخرج باش يقف معاه يتكلم عليه ويخرج اما يعني ريزوا اللعبه وخلينا نكوروا السيابي الناس الكل تفهمت اللي لمصلحه السيابي قبل الناس الكل قبل الحاكم وقبل اللي صار وقبل تونس كل زاد مصلحه السيابي قبل العباد الكل. حابك انت تحكي لي على حميد الوالي. الوالي معناتها هو يتسمى السلطه الاولى في بنزرت. الوالي كي راه معناتها الاحداث هذه الكل دخل النهار الاولاني دخل النهار الثاني منهم النهار الثاني مشى حتى للمركز نتاع بنزرت مركز بوقتفه هذا المركز الكبير معناتها في بنزرت يشمل اللحوم الكل هبط هو والوالي ومهدي مغربيه حب يخرج اللي تشدوا نهار الاثنين نهار الاثنين نهار الاولاني من الاحداث هذوما اللي في بنزرت مشى السي مهدي مغربيه كيما نقولوا والوالي حبوا يخرجوا اللي غاديك يا اخي الحكم قال له بقدره ربي تنخرجوا
يقتلوهم وان شاء الله تيخرجوا. من نهارت 3 في العشيه في الليل جاء الوالي جاء وحده بالسياره نتاعو الخاصه مع معاه لا حتى بوليسي لا حتى واحد من الامن. هبط للحوم العربي ومشى للكبارات كما نقولوا احنا نتاع تاع البلاد ويريض بالله يريضوا الاولاد وان شاء الله نادر بنزرت تنعطيه حقه واللي صار الكل هذا لازم ننساوه وان شاء الله اللي مات اللي تشدوا الكل في الاحداث هذوما ان شاء الله نخرجوهم وبقدره ربي ما تروا منا الا الباهي. ومشى بط زاد فينا سونتر فيل في وسط البلاد زاد بعد المدينه العربيه بطل وسط البلاد ومشى رايز زاد جماعه غاديكا قال لهم كيما اللي قالوا غادي في الحومه مشى قالوا للكبارات غاديكا رايزوا الاولاد وقدرت ربي ما تراهم من العيب. وهو زاد ضرب على نادي البنزرتي باش يلعب في بنزرت خاطر الوالي هو حب السيابات يلعب في بنزرت ما حبش يلعب البر. وكيما قالوا يعني طويك الشارع التونسي يحكي قال لك صار تأويلات هذيك قال لك سيسوها الحكايه وقال لك مهدي بن غربيه يدس يعني في الجمهور باش يضرب الحاكم هذيك فمش منها خاطر الراجل يعني جاء وطلب قال لك هديوها الحكايه خاطر كما هو بالرسمي بالرسمي ما تجيش البلاد نقول لك نضمن لك حتى لتو انت ما تجيش تصور يعني خاطر بالرسمي تقعد شاله خاطر العباد حست وكا يعني كما هو راهي كما ترحز الاهلي والسيابي كما مصلحه السيابي راه مزاد البلاد هكا. وان شاء الله كان اذا فما قرار ضد نادي المنزرتي باش تصير حرب اخرى.